وزارة الزراعة أعلنت عن الإفراج الجمركي عن كمية كبيرة من الأعلاف دفعة واحدة بتمثل حوالي 308 ألف طن من الذرة والصويا بقيمة بلغت 134 مليون دولار. عايز أقول لكم أن ده بيمثل أكبر كمية إفراجات منذ شهر أكتوبر 2022 لغاية لحظتنا دي. أكيد الإفراجات دي بتساعد على توفير كميات كبيرة في الأسواق من الذرة وفول الصويا، ودي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا المواشي. خلينا نعرف التفاصيل في سياق التقرير اللي جاي. وزارة الزراعة أعلنت عن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة بتقدر ب 308 ألف طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار، وده بيمثل أكبر كمية إفراجات منذ أكتوبر 2022 وحتى الآن. شمل الإفراج 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار، وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وكمان إضافات أعلاف بحوالي 1.4 مليون دولار. وبكده بلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023 حوالي 4.7 مليون طن، منهم 3.5 مليون طن ذرة و1.2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار. الإفراجات دي دورها بيتلخص في توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة اللي بيتم استخدامها بشكل مباشر ويومي للفراخ والمواشي، وكمان بتساعد على إنتاج كميات كبيرة من اللبن والبيض. بينضم لنا على التليفون الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الزراعه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذه منى، صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير لكل أهلا. الساده مشاهدينك الكرام. اهلا اهلا يا دكتور طارق. دكتور طارق، تم الافراج عن اكبر كميه من الذره الصفراء وفول الصويا، عايزين نعرف تاثير ده على الاسعار هيبقى عامل ازاي؟ الناس بتقول ان اسعار هذه الاعلاف هي السبب في ارتفاع اسعار الدواجن واسعار الألبان وأسعار عدد كبير من ربما مستلزمات الحياة اليومية اللي موجودة للمصريين، هل ده هيأثر إيجابا ولا مش هيأثر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احنا خلينا نتفق إن الأعلاف في حد ذاتها بتمثل يمكن من 60 ل 80% من جملة مصروفات تشغيل وتكاليف إنتاج أي مشروع أو نشاط خاص بالثروة الحيوانية أو الدجاج. وبالتالي التأثير على الأسعار الأعلاف والمدخلات ديت يؤثر أكيد وينعكس على المنتج النهائي. وإحنا شايفين حضرتك يمكن ملف الأعلاف بالتحديد بيدار على أعلى مستوى، يمكن بيراقب ويتابع من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، وشفنا التنسيق التام ما بين معالي وزير الزراعة ومعالي محافظ البنك المركزي لتدبير العملة اللازمة للإفراجات المناسبة والكافية من المواد العالقة في الميناء سواء كانت الذرة والصويا، وبرضو الذرة والصويا ديت النصيب الكبير في أعلاف سواء كانت الدواجن أو المشي. طبعا وزارة الزراعة بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والرقابية شايف تقوم بحملات رقابية متوالية علشان تتأكد وتستوثق من وصول هذه الكميات لمستحقيها. بمعنى ان الدوله المصريه وفرت العمله اللازمه للافراجات ديت، مش بس كده، لا احنا بنتابع وبنراقب كمان بحيث لغايه اخر كيلو من هذه الكميات بالفعل بيتم تصنيعها، لا يتم احتكارها، لا يتم تخزينها، لا يتم احجابها عن السوق بغرض رفع سعرها، ولكن نطمئن كمان ان تصل هذه الكميات في صوره اعلاف مصنعه للمواطن. طيب دكتور، التسعير بتاع الاعلاف، دكتور التسعير بتاع الاعلاف، انا عارفه انه بيحصل اجتماع كل اثنين وخميس بالتنسيق مع البورصه السلعيه التابعه لوزاره التموين علشان يتم وجود يعني نوع من انواع المزاد على الذره الصفراء. هل ده بيتحط فيه ليميت او بيتحط يعني حد للاسعار بحيث ان صغار المربين يقدروا يوصلوا للاعلاف بشكل مناسب؟ بالفعل برضه بالتنسيق ما بين معالي وزير الزراعه ومعالي وزير التموين ومجلس اداره بورصه السلع المصريه،
تم طرح كميات كبيره من الذره الصفراء على منصه البورصه السريه المصريه، وديت في جلسات اسبوعيا كل يوم اثنين كل يوم خميس. واداره البورصه بتضع سعر تقديري للذره، وبيبقى سعر منخفض جدا عما هو دارج في السوق. وبالفعل ديت معموله اساسا لصغار المربيين ولصغار صناع العلف، وبرضه بنطمئن ان هذه الكميات اللي بتوزع على المصانع او على المربيين بيتم بالفعل تصنيعها وبيتم استخدامها بشكل صحيح. طبعا المراقبه والتتبع دوت شيء مهم جدا. يا دكتور حضرتك، يعني انا يعني عايز اقول لحضرتك احنا برضو عايزين اجابه قاطعه، يعني كل ما قيل قبل كده بيخش فيه اطار الاستهلال، لكن خليني عايز اجابه قاطعه يا دكتور، هل هيأثر على اسعار الدواجن ولا مش هيأثر؟ هيأثر على اسعار الالبان ولا مش هيأثر؟ حضرتك عارف ان الاسعار تضاعفت، وده ربما ظاهر جدا في السوق المصري، وبنتكلم على البيض، على اللبن، بنتكلم على الدواجن، بنتكلم على كل هذه الاشياء. ده هيأثر ولا مش هيأثر؟ وهنضمن ازاي انه يأثر؟ اجابه قاطعه هيأثر. ايوه، زي ما اتفقنا ان الاعلاف لوحدها تمثل من 60 ل 80% تقريبا من جمله تكاليف الانتاج ومصروفات تشغيل مشروعات الثروه الحيوانيه والدجاج. فبالتالي كلما خفضت وقللت من مصروفات تشغيل وتكاليف الانتاج دوت ينعكس فورا على المنتج النهائي. خليني اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، يمكن في العشر ايام الاخيره عمليه الافراجات ديت ما تمتش في يوم واحد، هي بتتم على مدار اخر اسبوع. ونتابع وشايفين ان بالفعل بقى في تراجع في الاسعار سواء كان الالبان او البيض او الدواجن. لكن الحاجه المهمه برضو اللي لازم ناكدها ان مصر اقل تاثرا مقارنه بجميع دول العالم في الازمات الراهنه المتلاحقه والمتعاقبه، سواء بقى بدات من جائحه كورونا او الازمه الروسيه الاوكرانيه او الازمه السودانيه دلوقتي. لكن احنا الحمد لله قادرين بفضل الله تعالى يعني التنسيق مع الشعب ومع المنتج ومع المربي قادرين نجادل وقادرين نواجه والحمد لله. استاذ مصطفى، يمكن معظم دول العالم لما بتزيد مصروفات التشغيل وتكاليف الانتاج تضاف هذه الزياده على المنتج النهائي ويتحملها المستهلك. عندنا حضرتك في بعض عناصر الانتاج زادت بنسب تتخطى ال 400% سواء كانت مصروفات عينيه او ماديه او خدميه، سواء نقل او طاقه او وقود او اعلاف او خلافه. ولكن الزياده التي وضعت على المنتج النهائي لا توازي هذه الزياده. طيب دكتور طارق، سؤال اخير. العيد الكبير على الابواب، كل سنه وحضرتك بالف صحه وخير. كتير من الناس اللي ان شاء الله هتشتري اضحيه دلوقتي حيرانه، يا ترى تشتري دلوقتي الاضحيه ولا تستنى لقدام شويه قبل العيد بحاجه بسيطه؟ خلينا بس ننتظر الاضحيه، يعني يمكن قبل العيد باسبوعين يكون افضل، لان حضرتك احنا كوزاره الزراعه وجربنا قبل كده كذا مره واختبرنا، ودايما حضرتك وزاره الزراعه بتبقى عامله من خلال قواعد البيانات الدقيقه الالكترونيه اللي عندها عارفين انتاجنا قد ايه واحتياجاتنا قد ايه ومتطلباتنا سواء كان انتاجنا المحلي او انا استورد. فبالتالي احنا مراقبين تماما وعايشين السوق في ايه كويس، وهنوفر ان شاء الله جميع الاغصاب وجميع الاضاحي التي تناسب كافه الاذواق وكافه الاستويات وبكافه الاسعار ان شاء الله. نشتري دلوقتي ولا نشتري قبل العيد؟ بالظبط كده. دكتور طارق، نشتري دلوقتي ولا نشتري قبل العيد؟ نعم، نشتري دلوقتي ولا نشتري قبل العيد الأضحية؟ خلينا أسبوعين. طيب، كل الشكر ليك الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك.